وبأولى فقراتنا رح نروح لنحكي عن موضوع جدا مهم لكل الناس وهو اللقاء الأول يا ليلى. كثير مننا بنروح بنقدم سيفيات وبيعملوا لنا انه في موعد بيحددوا لنا موعد للقاء مباشر او شخصي، هذا اللقاء احيانا للاسف بيكون بيحدد مصير الشخص واحيانا بيكون شخص خجول يعني عنده قوه شخصيه ولكن اللقاء بيفرض عليه بعد الخجل. هذا الموضوع اليوم رح نتناقشه مع ضيفتنا اليوم، قد ايه مهم الكاريزما والانطباع الاول ونحن نقدر نكسر الحاجز الجليدي بيننا وبين الوسط اللي نحن عم نشتغل معه. اليوم هذا الموضوع ايضا مهمنا نحن اليوم كظهور اعلامي يعني. تماما يا رشا، كظهور اعلامي، كمقابلات عمل مثل ما ذكرتي، حتى يمكن المقابلات الشخصيه دائما بنتلبك شو بدنا نحكي، كيف رح يكون الانطباع عنا، كيف رح تكون الكاريزما. مقابلات العمل يمكن أكثر إرباك بتكون للأشخاص اليوم، نحن كيف شو رح نلبس، شو رح نحكي، كيف رح يكون الانطباع عنا، يعني دائما كيف شو رح أحكي هاي الشركة، هذا المكان، شو الحكي يمكن اللي بيحبوه، شو ممكن أحكي يكون غلط، دائما منتلبك بهي القصة. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع ورح تقدم لنا كثير من النصائح الدكتورة فاتن نظام، دكتورة بالعلاقات العامة. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني اليوم انت هي لعبتك مثل ما بيقولوا، ملعبك وشغلك يعني تماما. ولكن مرقتي فيه، مرقتي اليوم باللقاء الاول واليوم التحضيرات لهذا الوسط اللي انت حتدخلي عليه بالتنميه البشريه او بالمجال الحياتي الاجتماعي. صحيح. اليوم كيف الاشخاص قادرين يحددوا مصيرهم من هذا اللقاء، يجهزوا حالهم ويكون عندهم ثقه زايده بامكانياتهم؟ تمام. هلا احنا في عندنا الفن اسمه فن الظهور، يلي هو او مثل ما تفضلتوا قلتوا الانطباع الاول، هذا ماله لعبه وهذا حقيقه ماله كبسه زر. الانطباع الاول يلي هو احيانا بغير لك مسار حياتك، الانطباع صحيح. الاول يلي هو ممكن انت تحصلي على شغل، الانطباع الاول ممكن انا اقول انه هذا الشخص واثق من حاله او لا. فنحن معناتها هذا العلم اللي هو اسمه فن الظهور هو يدرس، هو انا بقدر بامكانياتي وقدراتي انا اعمله بطريقه صوره ذهنيه جميله. شو يعني صوره ذهنيه؟ يعني انا اذا انا شفتك مره، اول ما بشوفك ثاني مره بقول انا شايفتك وممكن كثير انا اتذكر اسمك. فهلا هالدرجه هو له مدى، يعني هو ما له مؤقت. يعني عليك انا عملت بصمه لانه هو عباره عن فن ظهور اللي هو في كثير عم تقول لك انه بس تحكي بس اسمع علمه بس ثقافته، لا هو فن الظهور يتوقف على اول 13 ثانيه، يعني هو الطله اللي هو قوه الحضور بالمكان. 13 ثانيه الاولى اللي هو انا بشوف هذا الشخص بنقول يا حبيت يا مثل ما اقول بلعته او لا، تماما هضمته يا عيني عليك، اللي هو عباره انا قبل ما انا اسمع حكيك او حديثك او ثقافتك او مين انت، فهي عباره عن القبول الصح. فن الظهور اللي هو عباره اللي انا الاسلوب التعاطي، شكل التعاطي حتى كشكل انا، بمعنى انه انا باي مقابله باي مكان انا لازم انوجد فيه لازم اعمل هي البصمه. في عالم بتقول لك لا انا ما ضروري اول لقاء لثاني لقاء ثالث لقاء، هي الفكره انا ممكن ما عاد يتوفر لي هدول اللقاءات، ما عاد اشوف نفس الاشخاص اللي انا هلا حشوفهم. فهي عباره عن البصمه اللي هو سواء إذا أنا ما أتعرف عن حالي، في هون نقطة كتير مهمة، كلمة التعريف الشخصي اللي هو بفن الظهور هو يا بتقولي اسمك وليس السي في تبعك، تمام؟ اللي هي لك أنا دكتورة فاتن نظام، دكتورة علاقات عامة، بمعنى أنا بعلي نبرة صوتي درجة واحدة لأنا أعمل بصمة بين الصورة الذهنية لإلي وبين اسمي، وأكيد ما بتخلى غير ضروري مع الابتسامة لأن هي مفتاح، تماما مثل الابتسامة اللي هي مفتاح اللقاء والانطباع الصحيح. طيب اليوم إذا بدنا نحكي عن الكاريزما، هل هي عامل موجود عند كل شخص ولا ممكن أنه تكون شيء مكتسب، يمكن أنه يتطور مع الوقت، ممكن على التدريب على الممارسة ممكن أنه يتطور عند الشخص؟ هلا الكاريزما بحد ذاتها في ناس هي سبحان الله هيك عندها بالفطرة، تمام، عندها كاريزما. يعني أحيانا بتشوف هيك طفل صغير عيونه بنقول عم تضحك، عنده جاذب، عنده نوع من الشخصية القوية، فهي نوع من الكاريزما. وفي ناس أكيد هي بتكتسب، تكتسب لأنه كل واحد فينا عنده نقاط قوة. انا ما بدي انا قوي مواطن الكاريزما، نقاط القوه اللي عندك انا ببرزها، ممكن كثير، يمكن حركه العين، ممكن الحضور، يمكن لفته، ممكن الاكتاف الجالسه، هي بتعطي كلياتها انواع من الكاريزما القويه. بعدين نجي على الاحاديث وعلى النقاط الاساسيه. فكلمه الكاريزما اللي هي انا بشتغل عليها كرمال هيك ما تنقول مثلا للصبايا رجاء ما انت بدك تروحي على مقابله شخصيه سواء كانت عاطفيه او مهنيه او اي قصه، حاولي تكوني
تشبهي حالك عفوية وطبيعية وبنفس الوقت تلقائية، يعني نحن دائما الكاريزما هي بتشبهنا، مو أنا بصطنع الكاريزما، وهي ممكن طريقة حديثك، ممكن أسلوبك، ممكن ابتسامتك ضمن الحديث، مو طبعا الكهكة كثير، هي ابتسام ضمن الحديث اللي بتعمل نوع من التركيز الشخص معه، بالإضافة للكاريزما اللي هو عند التواصل البصري اللي هو هذا بيعطي كثير نوع من الاهتمام. فأنت هون بتقوي عندك الكاريزما، تمام، أنه أنت مهتمة بهذا الشخص، فبصير في عندك مواطن كاريزما بشخصيتك، بأنه ما نحن نصير في عندنا التواصل الصحيح، مو بحلقة أنا ما بفنجر فيه للزلم، لا أنا بعمل له أنا متواصلة معك 100%، أنا عم بسمعك للآخر وأنا مهتمة بحديثك، فهون صرتي أنت شخص كاريزماتي، وهذا من الشخصيات جدا مهمة خلال حياتنا الحقيقية. طيب وقت بدنا نقول فن الظهور هو ايضا مهاره والى تدريبات جدا مهمه، اليوم يعني مو كل حدا قادر انه يمتلك هي المهاره. صحيح. خلينا نعرف بدايه شو بنقصد بفن الظهور وكيف نحن اليوم قادرين انه نمتلك هي المهاره. اول شيء فن الظهور اللي هو عندي قلت انا القوه تطلع قوه الحضور بالطريقه الصحيحه. طيب في اشخاص كثير هي بتفقد فن الظهور، ممكن كثير بانه ممكن تعمل حركه بالبادي لانجويج تبعها هي مو تضرب لفن الظهور، تضربها كامله. يعني مثلا يكون واحد انت عم تحكي انت وشخص، فممكن في عندك حركه بالحاجب، حركه بالعين تنعمل بطريقه غلط، فهي بتعمل لك اكس بفن الظهور. ممكن احيانا في مثلا نوعيه اصوات، انا ما بدي اغير خامه الصوت، انا بدي لون بنبره الصوت اللي هو مثلا في ناس عندها بطء تماما بالحديث او في عندي سرعه بالحديث، فهذا كمان بتقلل عندي فن الظهور الحقيقي. كمان في عندي اللي هو انا بدي اتدرب عليه لهذا فن الظهور. اول شيء بدي اكون شفاف مع حالي، اللي انا بقعد قدام المرايه تمام، وبصير انا بحكي بشوف تناغم وجهي مع حديثي، لانه هي قوه الظهور الصح انه انا الكلمه تتوافق مع البادي لانجويج مع نبره الصوت، هم صار عندي قوه فن الظهور بالطريقه السليمه والصحيحه. اما ما انا بدي احكي شيء وحركات وجهي مثلا صنع، او مثلا عامل مثلا قالب خلقتي كثير او انه عاطي الروز كثير، طب انت هون شو عملت؟ عملت مسافه هو بينك وبين الاشخاص، لانه ما تزعلي مني، ما حدا مفضل على حدا، انت بدك تعطي ظهور صحيح، انت بدك تكون تشبه هذا الظهور اللائق، تكون قريب من الناس، قريب من الناس. ونحن هم تنقول كلمة قريب من الناس، أنا ما عم أقول إنه أنا لازم أكون اجتماعية كتير، لا، في عندنا شيء اسمه اجتماعي لبق، اللي هو أنا لازم يكون في عندي دائما بفن الظهور الأستاذ والأستاذة وبعد إذنك وإذا بتريدي، بمعنى هذا بيعطينا نوع من الإشارات اللي بقول صح وليس التعجب، إنه نحن فورا نخترق الأشخاص أو نعمل قصص غير صحيحة بأسلوب التعامل وأسلوب خلينا نقول التواصل اللي هو أحيانا بيعمل لي إكس خلال اللقاء الأول. طب اليوم في كتير أشخاص عندهم يمكن هاي الكاريزما وهذا الحضور وفن الظهور يمكن بيتقنوا، لكن في أشخاص يمكن عندهم هدول بس ما بيعرفوا أنه يديروا حوار. اليوم إدارة الحوار يمكن ما بيعرفوا يجاوبوا على بعض الأسئلة أو ما بيعرفوا كيف يبدوا الحديث، بيتلبكوا أحيانا خصوصا يمكن باللقاء الأول. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. نحن الكلمة أنه نحن ما بنقدر نحكي أو نصي، أول شيء في عندي خطأ كبير، في ناس ما عندها قدرة تعبر عن حالها صح، وهذا اخطر شيء. يعني هو مثلا يكون انت في اشخاص عندها شهادات من الحيط للحيط ولكن ما عندها قدره تعبر عن حالها بالطريقه السليمه والصحيحه، يا بصير في عندك نوع من التعجب انه هذا بيشبه هدول الشهادات، فانت هون بصير في عندك مفارقه حقيقيه، وبنفس الوقت انت بتتوهي بالاسلوب اللي هو بنعطى. نحن في عنا اللي نحن عندك الكاريزما الحقيقه وفن الظهور الصح وإدارة الحوار، انه اول شيء انا الموضوع اللي انا حابه احكي له اياك اعمله نوع من الاثاره والاهتمام، بمعنى في عندي خبر كثير حلو انا حابه اخبركم اياه. نحن اول شيء انا فتحت في شو حكيت بالتشويق، نوع من التشويق اللي انت حيصير انت فضول بالله شو بدك تحكي اليوم، عن جد تقولي لنا، هذا واحد. اثنين اختيار المكان والوقت المناسب، يعني ما بصير انا ادير حوار انا وفي عج او ضوجه وانا بدي ادير حوار انا وياكي وانت مثلا مزعوجه، او انا مثلا ارغمك انه لا انا لازم اشوفك، هي كلمه انا لازم اشوفك لازم قلتي انا وياكي، هون انا صراحه انا كمرسل وانت كمرسل الي انت مالك مرتاحه، فانت ما حتوصل الحوار بالطريقه السليمه. نحن كلمه الحوار معناتها مكان هادئ،
نحن كلمة الحوار معناتها أنا في نتيجة آخره، يعني ما في إنه بدي أكسر لك إيدك هيك نوع من الجدل أبدا. الحوار معناتها في نتائج معينة، الجو في هدوء، نوع جو في أدبيات بالكلام، يعني في عنا الكلمة المؤثرة يلي هو أنت بتدي تفتح الحديث، بمعنى أنا دايما نعمل نقول شو في الأكل، في عنا الملوخية وفي عنا المقبلات تماما. فنحن دائما لازم يكون في مقبلات بالحديث ومقبلات للحوار لنبلش بالطبخة الرئيسية بالمرحلة تماما، مشان نحن نقدر يعني يصير في عنا الإثارة والاهتمام للحديث. حبيت الطبخة أو حبيت الحديث؟ حبيت الملوخية. طب حبيت الملوخية. طب دكتورة اليوم يعني ممكن نشعر انه اللقاء الاول يكون ظالم لبعض الاشخاص، يعني اليوم في ناس خجله او تفوت بمحيط غريب بيصير عندها بتكون فايته بطاقه كثير قويه، بضمن اول ثواني من اللقاء يعني ممكن ما تكون هي تماما يعني تمام. هل احنا اليوم مفروض تكون هذا اللقاء مدربين كثير عليه قبل؟ يعني اليوم هيك بدنا منك بالوقت المتبقي تدريبات، نحن كيف نقوي فن الظهور عنا، كيف نكسر هذا الحاجز اذا كان هذا اللقاء راح يحدد مصير لنا يعني طبعا. خاصة بموضوع العمل يعني، ونحن خلقنا لنتعلم، يعني اليوم ما في حدا انه انا تعلمت خلص، يعني انا اليوم عن يوم عم اخذ منك، عم ناخذ من اشخاص اخرى يعني. فاليوم نحن اعطينا هيك شوية تدريبات وكيف نكسر هذا الحاجز الاول للقاء الاول. اول شيء نحن المكان انا رايح عليه، هل هو انا اجتماع، هل هو انا بدي التقي بناس معينين، بدي اوصل رسالتي انا كظهوري كوجودي. شوفي اول شيء كوجودي بالمكان بهي ايصال اول شيء رساله. فانا في شيء اسمه الاستعداد النفسي، انا بستعد نفسيا حقيقي انه انا بدي اشوف هذا الشخص، وانا كمان بدي رتب شو بدي احكي بالضبط، لانه هو في عنا بالتواصل والاتصال وخاصه الانطباع الاول والظهور الاول واللقاء الاول، انا لازم تكون عندي جمل مختصره دقيقه واضحه، ما انا ادخل بالتفاصيل، هذا كثير مهم. اثنين انا اعمل بروفا وما في مشكله، نحن عم مثل ما قلتي نحن عم نتعلم ونحن نتدرب ونحن في، انت مو بدك تحصلي على الشيء اللي بدك اياه، فانت لازم تتدرب وتشتغل على حالك. اثنين كثير انا بدي اشتغل على الهيئه على اللباس، وانا ما عم بحكي على الماركات وهيك، اللباس هو اسمه فلسفه الالوان، يعني انا ما بدي اشتغل على معرق ولا مقصب وما بعرف شو، هو بدي اشتغل على الالوان يلي بتعطيني انطباع حقيقي صح. يعني انا مثلا رايحه مثلا عندي اجتماع في شخص معين بدي اشوفه، انا لازم اكون لابسه حتى الالوان اللي تتناسب مع المكان ومع الامور. اثنين احكي بالمختصر المفيد، هذا جدا مهم، انا شو بدي من عنده بالضبط. كلمه الخجل، الخجل اللي يعني احنا دائما في عندنا تفريق ما بين الخجل وما بين الحياء، الخجل هو مرض نفسي، اما الحياء هو انه انا بستحي كذا، فانت بدك تاخذ فرصتك، بدك يكون في عندك المبادره، وهون بنفس الوقت صدقيني ما تكون في عندك الثقه بالنفس، كتافك بتكون جالسه، راسك بكون مرفوع، ما بصير انا اساسا اعرف عن حالي او هي بطريقه نزله كتافي وعم بحكي من تحت، لا ابدا، هي الفكره انا بدي اعرف عن حالي بالطريقه السليمه، لانه بس نقول انه انا بستحق وبيلبق لي، فانت هون عم تعملي تعزيز لثقتك بنفسك ونفس وذاتك بنفس الوقت، فانت لازم تحصلي على هي الفرصه لانه ممكن كثير ما تتكرر. انظلمتي ممكن انت تداريها، ولكن بلقاء مباشره بعد يعني مثلا بعد شهر، لا مثلا اذا كان بعد يومين ممكن كثير بعد يومين، يعني بمعنى ان لساتني الصوره الذهنيه ما تبلورت للاخير، فانا فورا بقدر احسن فيها او صححها. طب ذكرتي حضرتك شوي انه الالوان ممكن تاثر على هذا الشيء او تعطي انطباع كثير سيء، خلينا نذكر بعض الالوان. مثلا خلينا نقول اذا في شخص رايح لمقابله في لجنه وهو نفس الحكي اللي حكينا، يمكن هو ما يكون بيتلبك او ما يكون خجول لما بيشوف هدول الاشخاص يتلبك، هون كمان يمكن الالوان بتلعب دور مثل ما ذكرتي. خلينا نذكر بعض الالوان المناسبه اكثر لمقابلات العمل، يعني بتصلح مع معظم المقابلات. هي نحن اكثر لون ما بنلبسه ابدا ابدا مقابلات العمل هو اللون الاحمر ابدا، ما يعني لا جاكيت ابدا، هي بنبتعد عنها، هو اكثر لون هو حقيقي اللون العملي بنقول هو اللون الازرق الفاتح النيلي، هدول الالوان اللي هو نحن بنشتغل عليهم بانه نلبسهم من فوق، لانه هو بيعطي نوع من الرسميه بمكان العمل. حاول قدر الامكان ما تلبس شيء المعرق الزياده المقلم، هذا اكسات، هذا ما بصير، لانه نحن خلال اي مقابله انت اول شيء بتنبهري تماما وشو هذا الشيء لابسه، بس بعدين شو بصير بتصغي عيونك تماما، فهو لازم يكون في عندي ثبات بالموضوع وانا احكي بالطريقه السليمه. دائما بشبه حالي انا، هي بدي باكدها انه انا باي مقابل انا اكون بشبه حالي تلقائيه، يعني انا رايحه على اي
اجتماعي، ما لازم اعمل انا مثلا كيرلي واعمل هيك كراسي ورايحه اعمل، كون مثلا ليس كذا بهي الطريقه. حتى اذا كنت محجبه انا ما اعمل اوفرات براسي ويصير راسي جسمي راسي جسمي، هذا اكس ما بصير. نحن دائما في عندي الشيء البصري يلي هو دائما انا بشوف اللقطه الاولى بطريقه لطيفه، ما لازم انا كمان مثلا كتر مثلا الايلاينر والقصص اللي بحطها فوق، يعني بمعنى او الرموش الزياده يبرد الشخص، فهو بده يخفف يكون بيشبه حاله. انا عم اكد على هذا الموضوع حتى بالنسبه للشباب، الشباب كمان حتى شعرهم دقنهم بطريقه لطيفه يكونوا عاملينها، مو انه جايين انه يلا كان مرئيم الطريق وجايين. الاهتمام بالمكان والاهتمام بأي مقابلة هو بيعطيكي مدى الصلاحية ومدى قديش أنت توفقتي بهالمقابلة أو لا، والوقت كمان أكيد. طيب دكتورة اليوم قدامهم اليوم نقطة أنه نحن ننشئ أطفالنا على هي المهارة وهذا الفن، يعني إحنا من الصغر يعني هو بيصل لمرحلة عمرية عنده ثقة كتير حلوة بحاله بإمكانياته وبمهاراته. يعني اليوم نحن قادرين نفرق ما بين طفل عنده هي الثقافة بالبيت وما بين طفل هي دخيلة عليه. أحسنتي، أول شيء هذا كتير حلو. نحن مثل ما الطفل أنت شو بتعطيه وشو بتزرع فيه بيطلع. صحيح. نحن الطفل اللي هو مثلا في عنده مثلا نوع من الخجل، تمام؟ إذا إجاك ضيوف ومثلا قلت له ماما قوم سلم على الضيوف، تمام؟ قال لك أنا ما بدي. أنا هون بتطلع أنا ماما ليش أنت ما بدك تسلم؟ هلا أنت مثلا ممكن يكون في عنده مثلا صدمة مثلا من ضيف من الضيوف أنت ما انتبهتي له، تمام؟ مثلا قال له أنه شو عم تسلم يلا روح أنت صغير أو هيك قصص. بمعنى كيفك عمو سلام بكامل الإيد، يتطلع بالزلمة ما يتطلع هو وراخي راسه، لا أبدا. نحن بدي أعلم الطفل انه انت ما بدك تحكي احكي هيك، يعني لا بتحكي بارتفاع الراس بنوع من الغرور ولا انه بانكسار، لا انت بدك تطلع بكامل الراس بطريقه مستويه، بتحكي بتعبر عن حالك مثلا، بس انا ما بخلي يقعد يحكي انا والضيوف، لا مثلا اذا مثلا شيء عن المدرسه عن كذا هو خليه يعبر عن حاله، ما انا بقول له خلص ماما انا بقول لهم، لا خليه يعبر سواء كان ايجابي كان عم يحكي، لانه دائما في عندنا مصداقيه للطفل، فخليه يحكي ببراءته يعبر عن حاله. شايفه فكره التعبير عن الذات وتعبير عن انه ايه مثلا انا متضايق من رفيق انا متضايق من كذا، فخليه يعطي انطلاقه حقيقيه، فانت هون عن جد عم تعملي له فن ظهور صحيح. حتى مثلا باسلوب الحديث ما عملت عليه صوتك، ادبيات نحن في عندنا حديث في عندنا حوار، فهي الادبيات انت عم تعطي شوي 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 مثل الزريعة، وانت عم تعطيه هالفيتامينات وهالهواء وهالشمس، فانت حتطلع عندك نبتة متوازنة وبتعرف هي تقدر حالها ليقدر الآخرين. أكيد. بالختام بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتي لنا يا دكتورة فاتن النظام، دكتورة بالعلاقات العامة، شكرا لك. شكرا لك. شكرا دكتورة لحضورك اليوم، وأكيد نحن اليوم قد ما كنا قادرين نشبه أنفسنا ونكون تلقائيين وعفويين ضمن ضوابط أدبية قادرين نوصل أكثر لكل محيطنا. 100%. شكرا دكتورة. شكرا. أهلا وسهلا. صباحا.